السلام عليكم وأهلا بكم إلى زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة تقرير فريق الخبراء الدوليين المعني برصد حقوق الإنسان في اليمن. ماذا يمكن أن يقدمه التقرير لإنصاف الضحايا؟ قال فريق الخبراء الدوليين المعني برصد حقوق الإنسان في اليمن إن أطراف الصراع مستمرة بارتكاب جرائم بحق المدنيين قد ترقى إلى جرائم حرب. وأشار إلى زيارة الفريق لصنعاء وعدن خلال مارس الماضي وإجرائه لقاءات مع مسؤولين وتوثيقه لجرائم مروعة ضد الأطفال والمدنيين. وأضاف أن ميليشيا الحوثي مارست التعذيب وجندت الأطفال وهو ما قد يرقى لجرائم حرب. وحمل الفريق ميليشيا الحوثي والتحالف العربي والحكومة اليمنية مسؤولية الانتهاكات في اليمن. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: ماذا يمكن أن يقدمه فريق الخبراء الدوليين لحالة حقوق الإنسان من خلال تقريره الأخير؟ وهل تتمكن الأمم المتحدة من إنصاف ضحايا الانتهاكات بحق اليمنيين وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة؟ قبل النقاش نتابع التقرير. قائمة شاملة من المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن قدمها فريق التحقيق الدولي التابع للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. المخرجات التي توصل إليها فريق الخبراء الدوليين والإقليميين رصدت خلال الفترة منذ سبتمبر 2014 وحتى الشهر الماضي وشملت مختلف أطراف الصراع. قال فريق التحقيق الدولي الذي يرأسه التونسي كمال جندوبي أنه حدد أشخاصاً قد يكونون مسؤولين مباشرة عن ارتكاب جرائم حرب باليمن. ومثلما عد الفريق بأن التحالف بقيادة السعودية قام بارتكاب أعمال ترقى لجرائم حرب، لم يستثني ميليشيا الحوثي والتي توصل إلى أنها مارست التعذيب وتجنيد الأطفال وهو ما قد يصل إلى جرائم حرب أيضا. الحكومة اليمنية والإمارات ليست بعيدة عن جرائم الانتهاكات. دعا الفريق إلى محاسبة كل المسؤولين عن الانتهاكات، كما شكك بنتائج الفريق المشترك للتحالف. تبريرات التحالف لجرائم استهداف المدنيين لا تخرج عن اعتبار ما جرى حادثاً عرضياً بحسب ما توصل إليه فريق التحقيق الدولي. يأتي هذا التحقيق في ظل مطالبات حقوقية واسعة بتقارير مستقلة وموضوعية حول جرائم استهداف المدنيين في اليمن. منظمة Human Rights Watch في آخر تقاريرها اعتبرت أن التحقيقات التي أجرتها قوات التحالف بقيادة السعودية في جرائم الحرب المزعومة تفتقر إلى المصداقية. فهل يمكن أن يكون التقرير الجديد لفريق التحقيق الدولي بداية جيدة لإنصاف الضحايا الأبرياء في اليمن وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للمحاكمة العادلة والمستحقة؟ طبيعة النزاع اليمني. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الكاتب والصحفي علي الفقي من القاهرة. مساء الخير أستاذ علي. اهلا وسهلا، مساء النور. اهلا بك استاذ علي. تقرير جديد للجنة الخبراء الدوليين المعني برصد حقوق الانسان في اليمن، يعني حمل الجميع في اليمن، التحالف، ميليشيا الحوثي، الحكومة الشرعية، كل الانتهاكات والجرائم التي حصلت في اليمن. باعتقادك ما الذي اختلف التقرير هذه المرة عن المرات السابقة؟ اعتقد انه التقرير هو يعني تكرار لتقارير سابقة، ويؤكد بأن كل اللجان وكل الخبراء الذين يأتون إلى اليمن يتمكنون من رفض الانتهاكات المنسوبة إلى التحالف وإلى الحكومة اليمنية، ويبدون بعين عوراء ينظرون إلى الأحداث، حيث أنهم لا يريدون الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بنفس التفصيل وبنفس الدقة وبنفس اللغة القوية التي يرصدون بها انتهاكات التي تنسب للتحالف وللقوات التابعة للحكومة اليمنية. ومن خلال قراءة فاحصة ومتأنية للتقرير الذي صدر اليوم، أعتقد يمكن لأي متابع أن يدرك ذلك، حيث أورد التقرير انتهاكات التحالف وقوات الحكومة اليمنية بالتفصيل وشرح الوقائع بالأمكنة والأزمنة، وأورد عدد الضحايا سواء ما يتعلق بالضحايا المدنيين للغارات الجوية أو ضحايا الانتهاكات في سجون عدن والمكلا وغيرها، لكنه لم يقدم أي أرقام لضحايا ميليشيات الحوثي
وأبرز تلك الأشياء التي تجاهلها أنه تجاهل موجة اعتقالات صارت ما يزيد عن 30,000 مدني يمني في مناطق سيطرة الحوثيين في المحافظات منذ سبتمبر 2014 حتى اليوم. لم يذكر ولم يحدد رقما لهؤلاء الضحايا، لم يشر التقرير، وربما تجاهل قاصدا ما يتعلق بمقتل 130 معتقل مدني في سجون الحوثيين قضوا تحت التعذيب. هؤلاء الذين ماتوا تحت التعذيب لم يتحدث عنهم التقرير، ولم يشر لضحايا الموت تحت التعذيب مطلقا، حتى مجرد إشارة لم يرد هذا في التقرير. طيب برأيك أستاذ علي، لماذا تجاهل التقرير كل هذه الحقائق التي ذكرتها وترتكبها ميليشيات الحوثي؟ هناك أسباب عدة. السبب الأول أن معظم الطواقم التي يعتمد عليها الخبراء والأمميين والفرق التي تأتي من الخارج للرصد هم من المنظمات الموالية لجماعة الحوثيين، والتي لا زالت تتمكن من مواصلة العمل في مناطق سيطرة الحوثيين، وبالتالي يغضون الطرف متعمدين هؤلاء الراصدين الميدانيين عن جرائم الحوثيين، ويعملون عامدين على تضليل الخبراء الذين يأتون إلى اليمن ليمسحوا جرائم ميليشيات الحوثي التي توجب محاكمة قادة هذه الجماعة. السبب الثاني أن هناك رغبة لدى الأطراف الدولية ولدى المنظمات الدولية في ممارسة مزيد من الابتزاز والضغط على دول التحالف العربي لأسباب يعرفها الجميع، موقفها من طبيعة الأنظمة في تلك البلدان، وأيضا أنهم يتعاملون معها كبقرة حلوب هذه الدول لأنها دول غنية ويريدون منها مزيدا من الدعم للمنظمات الأممية. ونحن نعرف أن معظم أو 80 إلى 90% من الأنشطة التي تمارسها المنظمات الأممية في اليمن هي بتمويل من دول الخليج، وتحديدا من المركز الملك سلمان ومن الهلال الأحمر الإماراتي، وبالتالي يدينونهم بالتقارير دائما ليبتزوهم مزيدا من الأموال. نعم. يمول هذه المنظمات أستاذ علي. نعم. يمول هذه المنظمات لترفع تقارير ضدهم وتغض الطرف عن ميليشيات الحوثي. نعم، للأسف الشديد هناك أموال تضخ للمنظمات الأممية العاملة في المجال الإنساني والمجال الحقوقي في اليمن، لكن في النهاية لأنه ليس هناك آلية جيدة لا من التحالف ولا من الحكومة الضغط على هذه على هؤلاء الخبراء وعلى هذه المنظمات لتعمل بحيادية واستقلال، فإنها في النهاية تواصل ممارسة الابتزاز ضد التحالف، وفي النهاية التحالف أيضا هو يخضع لأنه متورط في انتهاكات وغارات التي قتلت المدنيين، تجعل التحالف العربي ضعيف أمام هذه التقارير وضعيف أمام هذه المنظمات، لأن للأسف الشديد العمل الذي يقوم به عمل غير احترافي ويورط أنفسهم في عمليات كبيرة يذهب ضحاياها مدنيين، ويركز الخبراء والتقارير هذه الدولية تركز على من سقطوا من الضحايا وتريدهم بالرقم. أنا استغربت وما لفت نظري أنه حتى مجرد 140 صياد تعرضوا للاعتقال من السلطات السعودية ذكرهم التقرير بالرقم، ولم يذكر التقرير طوال 41 صفحة عددا محددا مثلا لضحايا الهجمات الحوثية التي نصدوها على أحياء سكنية وعلى تجمعات مدنية في مدينة تعز. رصدنا ورصدت المنظمات المدنية في اليمن هجمات بالعشرات نفذتها ميليشيات الحوثي ضد أحياء سكنية وضد مدنيين في مدينة تعز، وسقط ضحاياها عشرات المدنيين، ولم يورد التقرير أي حادثة من هذه الحوادث بالاسم أو بالزمن أو بالمكان، وإنما استعمل لغة التعميم وركز على أن ما يحدث في تعز نعم. تتحمله مختلف الأطراف أطراف النزاع نعم. وأنه يحتاج إلى تحقيقات معمقة لمعرفة الجهة الفاعل. نعم، هل تعتقد بأن هذا هو توجه ورغبة دولية لتحميل التحالف كل هذه الانتهاكات وغض الطرف عن ميليشيات الحوثي، أم فقط هو من جانب هذه المنظمات العاملة التي معظم من يعملون فيها موالين لميليشيات الحوثي؟ هناك أكثر من سبب كما ذكرت لك، أن هناك رغبة دولية لممارسة مزيد من الابتزاز على دول التحالف، وربما أيضا يكون صدور هذا التقرير في هذا التوقيت بالذات قبل موعد المشاورات بما يزيد على أسبوع قد يكون وسيلة للضغط على دول التحالف وعلى الحكومة اليمنية للقبول بأي تسوية قد يتم طرحها من قبل المبعوث الأممي والدول التي تقف خلفه،
بالإضافة إلى أن هناك سبب آخر وهو فشل الحكومة اليمنية وفي مقدمتها وزارة حقوق الإنسان والمنظمات الداعمة للحكومة الشرعية في إبراز وتوثيق جرائم الحوثيين وتسويقها لدى المنظمات الدولية وفضحها وكشفها، لأنه للأسف الشديد تحولت وزارة حقوق الإنسان والعاملين معها إلى مجرد سفريات سياحة يسافرون لفعاليات كثيرة لكن أثرهم مفقود. ليس هناك أثر، تجد أن هناك ناشطين وناشطات موالين لجماعة الحوثي يتواجدون في دول غربية وأثرهم أكبر بكثير من أثر وزارة متكاملة ولديها ميزانية، لكن للأسف آلياتها غير فاعلة في إبراز جرائم الحوثيين وتوثيقها وتقديمها للخبراء الأمميين والمنظمات الدولية. طيب ابقى معي أستاذ علي، نشرك معنا في الحديث من مأرب الصحفي حسين الصوفي. مرحبا بك أستاذ حسين. أستاذ حسين مساء الخير. أستاذ حسين هل تسمعني؟ ربما هناك إشكالية في الاتصال بالأستاذ حسين، سأعود للأستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان من القاهرة. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور وأهلا وسهلا بكم. أهلا بك. بداية أستاذ نبيل، كيف تعلقون على تقرير الأمم المتحدة أو اللجنة الخبراء عن الانتهاكات في اليمن والتي حملت بصورة مباشرة التحالف والحكومة الشرعية الانتهاكات وغضت الطرف ولو ذكرت على استحياء جرائم ميليشيات الحوثي؟ طبعا بداية دعني أوضح بعض الأمور. أولا التقرير جاء مشابها للتقارير السابقة وهذا ليس التقرير الأول للمفوضية السامية لحقوق الإنسان. التقرير ليس تقرير الخبراء فقط، هو طبعا هو تقرير المفوضية السامية الذي استوعب على كما قال تقرير لجنة الخبراء، هذا أولا. ثانيا أن التقرير ردت الحكومة عليه في السنوات الماضية بأدلة دامغة حول ما ورد فيه من قضايا، وعلى الرغم من ذلك في كل مرة نرد وفي كل مرة يعيد نفس المواضيع بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب وكأنهم لا يقرؤون أو كأنهم لا يفقهون. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة، لو عدنا للتقرير موضوع هذا العام سنجد ملاحظات أساسية لا تغفل عن أي عين قارئة جيدة لمثل هذه التقارير. أولا هناك إسهاب في ذكر الانتهاكات التي يشار فيها أو يتهم فيها التحالف أو الجيش الوطني أو المقاومة الشعبية. نعم. بتكرار ممل، يعني على سبيل المثال الضربات الجوية تم تسريب الضربات الجوية فيما يخص الأسواق، فيما يخص الأفراح، فيما يخص البيوت، فيما يخص يعني هناك وكأن التقرير أساسا هو تقرير حوثي كتب بأيدي حوثية. بالمقابل الانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثيين ذكرت بشكل تجميعي، انه يقال يعني انه هناك مجموعه من الانتهاكات. طيب هنا المشكله استاذ نبيل. نعم استاذ نبيل. نعم استاذ نبيل معذره على المقاطعه، هنا الاشكاليه. انتم الان في التحالف والحكومه الشرعيه، ما هو موقفكم امام ربما هذا التوجه والرغبه الواضحه من قبل هذه المنظمات وربما بدعم دولي لتوريط الحكومة الشرعية والتحالف وتبرئة أو التغاضي عن جرائم ميليشيات الحوثي؟ يا أخي التقارير السابقة لم تقدم شيء في مجلس حقوق الإنسان، كانت ردودنا واضحة أمام المجلس وموجهة بشكل مباشر إلى المفوضية، ولذلك كانت كل تقاريرهم السابقة تعمل بكل جهدها من أجل وجود لجنة دولية في اليمن. ومع ذلك وأمام ردود الحكومة اليمنية لم يستطيعوا تمرير هذا القرار. الآن يريدون أن يمرروا، في العام الماضي مرروا تشكيل لجنة خبراء. هذا التقرير الجديد يحرص كل الحرص في كثير من بنوده على أن يقدم توصية للتمديد للجنة الخبراء لسنة أخرى أيضا. وبالتالي لو يعني لا يوجد لدى حتى دول مجلس حقوق الإنسان لا ترى في ما تقدمه المفوضية
كثير من الموضوعية في طرحها. نعم. لأن الصغير عندما يفقد الحيادية ويفقد المصداقية ويظهر عليه التحيز يصبح تقرير غير مرغوب فيه، ويفقد ما يسمى بالمبادئ التوجيهية لكتابة التقارير الحقوقية. نعم. هذه هي الإشكالية التي تقع فيها المفوضية. نحن طيب. نتوقع أن طاقم المفوضية الذي قدم هذا التقرير الآن بعد أن تم التغيير لمنصب المفوض الثاني، نتمنى أن يتم تعديل هذه اللغة التي توضح كثير من الانحياز لطرف الميليشيات. طيب. بشكل أو بآخر. نعم. أنا لدي عدد من النقاط، إذا كان وقتكم يسمح فعندي استعداد لوضع أهم النقاط التي تعتبر مآخذ على هذا التقرير. نعم، سنتحدث عن هذه المآخذ، ولكن أستاذ نبيل، يعني أفهم من كلامك أنه لا يوجد لديكم في الحكومة والتحالف أي مشكلة ولا تهديد من هذه التقارير التي قد ربما عن طريقها تفرض عليكم عقوبات من قبل مجلس الأمن. يا سيدي، طبعا الطرح الذي تطرحه أنت أنه نحن لا توجد لدينا مخاوف، بالتأكيد لدينا مخاوف، هذه منظمات دولية، لكن نحن نقول أننا ما زال لدينا المقدرة في الرد على هذه التقارير وتبيان الاختلالات الموجودة فيها. الإشكالية هي عندما لا تجد رد، يعني أن يكون تقرير من مثل هذا النوع يقوم بإيراد الحديث عن التحالف العربي وعن السعودية، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ويكيل لها الاتهامات ويوجه لها التهم بهذا الشكل السافر، وبالمقابل لا يحتوي التقرير ولا ذكر لا لإيران ولا لحزب الله الذين هم متورطين بشكل غير عادي في اليمن في كل الجرائم التي تقوم بها الميليشيات، وهم يعلمون تماما أن الحوثيين ما هم إلا ذراع لإيران داخل اليمن، وبالتالي أن يذهب أن يكون التقرير بهذا الشكل فأصبح مفضوحا، يعني فقد حياديته، لا يتحدث بلغة صحيحة وسليمة. أيضا أن نجد التقرير على سبيل المثال يتم إعادة فقرات كاملة من التقارير السابقة رغم أننا ردينا عليها بتقارير مفندة. يذهب التقرير إلى العمل على تحديد الجهاز الأعلى للدولة في اليمن والجهاز الأعلى للدولة في المملكة والجهاز الأعلى في الإمارات، ويضعهم على أنهم أفراد يعني يمكن أن يكونوا متورطين. هذه الطريقة غبية جدا، عندما تريد أن تسرد أفراد يجب أن تحدد الفرد الذي تتحدث عنه وتقول ما هي الجريمة المنسوبة إليه. أما هذا الأسلوب هو أسلوب ضغط سخيف لا يمت لأساليب التقارير، وهذا النوع من تحديد الأفراد ليس من عمل مجلس حقوق الإنسان وإنما عمل مجلس الأمن، وهناك لجنة خبراء مختصة في مجلس الأمن هذا عملها. لكن نعم. أن تقوم هذه اللجنة، أن تقوم الفوضية بمثل هذا العمل هو تجاوز غير مقبول وغير منطقي. أيضا أن نجد في التقرير إيراد لمئة واقعة لو يكتب أمامها يمكن طيب. أن يكون متورط فيها التحالف أو الحكومة الوطنية الحكومة طيب. اليمنية، هذا نعم. الكلام كلمة يمكن في مثل هذه التقارير ما ليست صحيحة. إما أن تكون لديك أدلة دامغة على هذه الواقعة أو لا تنشبها أساسا. نعم. طيب أستاذ نبيل، اسمح لي أعود للأستاذ علي الفقيه. أستاذ علي، يعني سمعت ما تحدث عن وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ وبعض المآخذ التي تحدث عنها في هذا التقرير. أيضا على الجانب الآخر، ربما يعني ما فهمته من كلامي أن هناك تقارير أيضا سابقة ولم تغير في المشهد شيء، لأنها فاقدة للحيادية وللمصداقية والتمييل لميليشيات الحوثي. هل تعتقد بأن يعني نظرة الحكومة والتحالف لهذه التقارير بهذه الصورة هي كافية، أم يعني التعامل معها بهذه الطريقة ستجني تبعات أكبر سيتحملها التحالف والحكومة الشرعية؟ بالتأكيد هذه التقارير في النهاية هي تقارير صادرة عن منظمات تابعة للأمم المتحدة التي هي أساسا معنية بتسوية الصراع في اليمن وب يعني حماية المدنيين وبعمل حل سياسي في، يعني هي ليست منظمات مدنية عادية، وبالتالي الأمم المتحدة في رؤيتها للحل في اليمن
في تحديد من الذي متورط في قتل المدنيين، من الذي يعرقل التسوية، من الذي يهدد السلم الأهلي. هي تعتمد على منظمات على مثل هذه التقارير، التي يجب على الحكومة اليمنية أن تقوم بدور كبير لمحاولة تعديل مضمون هذه التقارير ولإبراز الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي، وجمع الأدلة والبراهين التي تثبت هذه الوقائع حتى لا تظهر جماعة الحوثي وكأنها عنصر ثانوي في قائمة مرتكبي الانتهاكات في اليمن، لأن هذا في النهاية هو يخدمها ويجعل الأمم المتحدة والدول الراعية لعملية السلام في اليمن تتعامل معها بطريقة معينة، أو على الأقل تصنع من هذه التقارير غطاء لاستمرار التعامل بمرونة مع هذه الجماعة. طيب أستاذ علي، التقرير تحدث عن يعني تحديد أشخاص، هل تعتقد بأنه يعني في لقاء مجلس الأمن المقبل سيكون هناك تحديد لمن ارتكبوا جرائم حرب كقيادة ميليشيا الحوثي عبد الملك الحوثي، وأيضا في التحالف العربي سنرى أسماء تذكر وتفرض عليها عقوبات أم لا؟ أنا لا أستبعد ذلك، خصوصا أنه خلال الفترة الماضية لو تتذكر فرضت عقوبات على مجموعة من القيادات العسكرية التي اتهمتها الأمم المتحدة بإعاقة عملية السلام في اليمن، ولا أعتقد أن يكون هناك الآن مجموعة أخرى قد تقدم بتهمة ارتكاب انتهاكات وتوضع على قائمة سوداء أو تقدم لفرض عقوبات من نوع ما، سواء الآن أو في وقت لاحق إذا ما تمكنت الأمم المتحدة من الاستفادة من هذه التقارير للضغط على الحكومة وعلى التحالف للقبول بأي تسوية سياسية تكون قد وضعتها الأمم المتحدة برعاية أمريكية أوروبية لإنهاء الصراع والإبقاء على جماعة الحوثيين كعامل تهديد للدول المنطقة. أشكرك جزيل الشكر الكاتبة الصحفية الأستاذ علي الفقيه، وأعود لوكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ. أستاذ نبيل، من يتابع التقرير وما ذكر في التقرير ربما يعني استشفاف أولي يرى بأن المناطق المحررة كانت ربما كتاب مفتوح لكل هذه المنظمات، وقامت برفع كل التقارير التي يعني تعمل ضد الحكومة الشرعية وضد التحالف العربي، أكثر من المناطق التي تنتهك فيها يعني الجرائم من قبل ميليشيات الحوثي. اولا احب ان اوضح بس نقطه اساسيه، يعني انا لا اقلل من التقارير الدوليه القادمه من منظمات الامم المتحده، ولكن اقول بشكل مختصر هذه التقارير ايضا لدينا ما نرد به عليهم، لذلك نقول ان الرد على التقارير الحقوقيه بما يجعل هذه التقارير تفقد حيثيتها هذا يضعف التقرير، ولكن لا يقلل من أهميته طبعا علشان يكون الأمور واضحة. لكن أنا أريد أن أقول على سبيل المثال عندما يطرح التقرير أن يعني في سياقه يقول أن التحالف العربي والقوى الموالية له قامت بعدوان على الحديدة، في حين أنه تحت في بداية التقرير في الحديث أن هناك حكومة وهناك ميليشيات، تمام، وهذا يتناقض داخل التقرير، هناك تناقض، وهو يعلم ان عندما يتحدث عن عدن وعن المناطق السابقه التي تحررت يتحدث على انه تم تحرير عدد من المناطق ووضع كذا، اذا هو يتناقض مع نفسه في اللغه. النقطه الثانيه على سبيل المثال يتحدث عن قضيه المرتبات ويقول ان عدم دفع المرتبات أدى إلى إشكالية اقتصادية كبيرة لدى المدنيين، وفي نفس اللحظة يورد وأن السبب في ذلك نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن. نعم أستاذ نبيل، أستاذ نبيل قدمناها، نعم، أن الحوثيين نهبوا 5 مليار و300 مليون، نعم، دولار من داخل البنك. نعم أستاذ نبيل إذا تكرمت، يعني بدأوا لم يقوموا بدفع أي مرتبات طيلة الأربع سنوات الماضية. نعم أستاذ نبيل، معذرة على المقاطعة لأنه انتهى الوقت. أستاذ نبيل اسمح لي، النقاط التي ذكرتها هي مهمة وربما نحتاج إلى وقت أكبر حتى
يعني نفصل يعني معظم ما ذكر في التقرير، وأيضا المآخذ التي قلت يعني ترصدونها أنتم في الحكومة الشرعية ضد هذا التقرير. لكن الآن نحن سمعنا موقف التحالف العربي رفض لهذا التقرير، وأنه سيتم يعني الرفع لمراجعة هذا التقرير، وأن هناك مغالطات ويعني رفع ضد التحالف العربي. هل أيضا سنرى موقف من حكومتنا الشرعية ضد هذا التقرير أم لا؟ بالتأكيد سيكون هناك رد، ورد مفصل، وربما يصل الرد بحجمه ومحتواه إلى ما يفوق هذا التقرير عددا وأمثلة. أشكرك جزيل الشكر وكيل وزارة حقوق الإنسان الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، كنت معنا من القاهرة، والشكر أيضا للصحفي علي الفقيه. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من زوايا الحدث حتى الملتقى، تقبلوا تحايا معدات الحلقة الزميل محمد عبد المغني، كما هي لكم مني بشير الحارثي. السلام عليكم ورحمة الله.